أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب اكتساب اللغة الطور الثاني في شرح لأبرز الخطوط العريضة التي سيتم التركيز عليها خلال الأسبوع السادس عشر، فأهلا وسهلا بكم. أذكر أن الوحدة التي نقوم بدراستها هي بعنوان أنا مبدع، وهي الوحدة الرابعة والأخيرة التي نتناولها خلال هذا الفصل. أذكر أن المفهوم الرئيسي الذي سنتطرق له هو الإبداع، وأذكر أن كل منكم أعزائي الطلاب لديه إبداع في جانب أو ناحية معينة، فقد تبدع في مجال الرسم، قد تبدع في مجال التمثيل أو التصميم، وهذا ما تطبقه أنت في مهمات هذه الوحدة عند قيامك بمشروع سأتحدث عنه بعد قليل المشروع، وعند قيامك بالمهمات المطلوبة والمتعلقة بالمواد التي تعطى خلال هذه الوحدة. أما عبارة البحث والاستقصاء فهي: يسهم الإبداع بإيصال رسائل تشمل الحقوق والقوانين في المجتمع. إذن ستسهم أنت من خلال المجال الذي تبدع فيه بإيصال رسالة تعبر فيها عن الحقوق والقوانين في مجتمع. الموضوع الأول الذي سنتطرق له أعزائي الطلاب هو مراجعة علامات الترقيم. كما ترى أمامك فهناك صورة تمثل علامات الترقيم كاملة كالفاصلة والنقطة والفاصلة المنقوطة والاستفهام والتعجب، وتم ذكر مواضع علامات الترقيم أثناء كتابتك لفقرات تتضمن موضوعات مختلفة كوصف سوق كبير تذهب إليه، قمنا به بهذه الوحدة من خلال كتيب المهارات اللغوية. لابد أن نقوم بمراجعة هذه المهارة لتقوم بتطبيقها أثناء تأدية كل مهمة من المهمات الكتابية المطلوبة، سواء كتابة رسالة أو كتابة وصف أو كتابة مقال أو فقرة عن موضوع معين. الموضوع الثاني الذي سنتطرق له أيضا خلال هذا الأسبوع هو حروف المد. سنقوم بمراجعة حروف المد الثلاثة وهي الألف والواو والياء، وسنقول أن سنمثل هذه القاعدة من خلال أمثلة. فمثلا عندما نقول دار، حرف المد هو الألف، ويمد مع الحرف الذي يسبقه وهو الدال، فنقول دا، ولا نقول دا دا الحركة القصيرة. عندما نقول واو قد نقول توت، إذا تم مد حرف التاء مع الواو فنقول تو والتاء الأخيرة وحدها. عندما نقول يا، فمثلا عندما أقول عين، عي عي، والنون هي نون منفردة. إذا سنمثل ذلك وسنستخرج هذه أمثلة من جمل ونصوص. كما سنتطرق أعزائي الطلاب لتصميم مشروع عبر برنامج كانفا، حيث ستقدم لنا بروشور مطوية عن طريقة إعداد وصفة من وصفات الطعام التي تختارها أنت ومجموعتك. ستدعم هذا البروشور بكتابة الأدوات والمقادير وطريقة التحضير وماذا تعلمت. أذكر أن المعايير الخاصة بهذه المهمة موجودة في صفحة المشروع، وهي صفحة خاصة بالمشروع المطلوب منك تأديته. في كل مرة أعزائي الطلاب نقوم بتعلم كيفية تكوين جمل مترابطة باللغة العربية. هناك جمل فعلية وهناك جمل اسمية. نتعلم كيف نبدأ هذه الجمل باستخدام كلمات عشوائية. فمثلا أنا أمام خيارات متعددة كالتفاحة، أكل معاذ. أين الفعل في هذه الجملة؟ هو أكل، لأن التفاحة مبدوءة بأل ومعاذ هو اسم شخص. إذن الكلمة الأولى التي سأبدأ بها جملتي هي أكل. من الذي أكل؟ أحتاج إلى فاعل. اسم الشخص الذي قام بهذا الفعل هو معاذ، فأقول أكل معاذ. وماذا أكل معاذ؟ التفاحة. ستصبح جملتي أكل معاذ التفاحة. إلى غير ذلك من جمل أيضا سنأخذها وسنطبق ذلك في كتاب النشاط الخاص بأصدقاء العربية، وهناك صفحة مخصصة لذلك. أذكر أعزائي الطلاب بضرورة تأدية مهام أقرأ بالعربية الموكلة لكم، حيث ترسل لكم مهمات قراءة أسبوعية لابد من القيام بها بشكل مستمر. كانت هذه أبرز الخطوط العريضة التي سنتعلمها خلال الأسبوع السادس عشر. أشكر استماعكم وطاب نهاركم بكل أمل
وخير.